رزاق كريم. اتفضل يا معلم عصام يا نم. اتفضل يا معلم عصام. افتحها عليم. شفت حداد من كونكريت وجايب شعر على جنب اهو عشان شرير. اتفضل يا واد امين. اخويا فين والبنت سماح؟ يا امين يا سماح. احبك يا سماح. أنا جعان يا سماح. يا حبيبي بطني وجعان يا سماح. يا حبيبي كاكو ده يا علاقة مقرفة. هما مالهمش جمل تاني في المسلسل؟ ما تقريبا يا ابني. بس أنت يا معلم بلغت عن رفاعة الدسوقي وسوحته. بلغت عنه بس محدش عارف عشان أنا شرير. محدش هيعرف عشان امسك عيلته بقى اطيح فيهم بعد كده. بس وقت حسك بس يا معلم عشان رفاعة الدسوقي وصل. ما يجي يا عم انا اخاف منه. وصل اهو. اسكت. انت جاي من الدولاب على هنا؟ يا معلم هو انت مكوي ولا ايه؟ يا معلم رفاعة الدخل اللي انت داخلها علينا دي. قول لي يا عصام الفرق بين الراجل والست دي؟ الفرق اللي كل الناس عارفاه. بتقول ايه؟ قول لي يا عصام الفرق بين الراجل والست غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. طب طلع خمس فروق من السورتين دول. طب اعرف ما تحته خط. طب ده علامة صح أو خطأ مع التعليل. شو الذكوراكت أنصر. ما تنجزوا بقى بدل ما نلم الورق. ايه دي؟ هتسحب أكسجين المكان. ايه دي؟ ايه الدخله اللي انت داخلها علينا ده يا معلم رفاعي؟ الله وانا هاجي في دخله برضه يا روح امك. انا جاي في دخله وهيشهد عليها ابوك يا محمد يا نيل. ده نمر بجد بقى. امشي يابا فضحتنا. انت عايده عاملها صايله. امشي امشي. أبوك بيفكرني بابويا الله يرحمه. قعدت معاه آخر ساعتين قبل ما يموت. كان وتد. كان قاعد قايم واقف نازل طالع رايح جاي نجح ساقط شاكب راكب تقولش شاب في الثلاثينات. حط عبايته على كتفي وقال لي خليك زي القرد يا رفاعي. موزك ما يطلعش براك. فكرتني بجدي عبد العليم النمر. حط عبايته على كتفه وعمل حمام ومش عارف. الراجل حر كده. الله ده انت عبيد بقى يا ضي عصام. ما تقلش ادبك يا معلم رفاعي. بس يا بابا. ايه يا ضي عصام انت بتبلغ عني يا؟ ايوه بلغنا عنك يا معلم رفاعي. بس يا بابا. رفاعي ما بلغتش عن حد ولازم تبقى. ايه بلغنا عنك يا معلم رفاعي. بس يا بابا. الله ده انت معلم بقى وبتتكلم وانا واقف. ده انت تمسك الشيشة بقى. امسك الشيشة اقعد اشربها بقى. احسن ده حجر حلو هيعجبك او او. يا رفاعي يا كنافة. اسم كنافة بالمانجا. غير الحجر يا رفاعي. الله ده انت قليل الادب بقى يا. ايه اوعى يا. مش قلت لك الا اول ورنجة اخره فسيخ.
الله ما بالراحه شويه يا معلم رفاعي. بس يا بابا بتضربني على الهوا رفاعي؟ بتضربني على الهوا قدام الناس كلها؟ طب وحياه ربنا رفاعي هتسوقي؟ لا قتلك الساعه 12 الدور وانت لابس البليزر البيش قدام امك في البلكونه. الله ده انت شفت المسلسل بقى. قول لي يا انا رقم كم يا انت؟ رقم 10. هو انا ميسي؟ قول لي انا رقم كم يا انت؟ رقم 1. ثقه في اللي انا جاي. محدش هينجح في الدنيا الا انا قاضي حساب. عز فلوس فلوس عز فلوس عز عز. يا معلم عصام قوم خلاص رفاعي الدسوقي مشي. يا معلم عصام خلاص رفاعي الدسوقي مشي. طب قوم ادفع اشتراك النت. اعتبره دفع.